صارت الحرب كل شيء تغير، انهارت العملة، صار ما عاد بإمكانك يعني لا تساوي شبك ولا تشتري سفينة، يعني صار بوضع مأساوي جدا جدا يعني. ف بدك السفينة اليوم صار حقك بدها هذيك الحسبة من الملايين، بدك الشبك بهذيك الملايين. شيء هذا كله يعني وين رجع؟ رجع سلبي على الصياد، فصارت معيشته يعني تحت الصفر ما بعرف بكم درجة يعني. قبل الحرب كان بإمكانك مثلا كان في سياحة، كان في أي شيء بإمكانك تعيش من أوله يعني، لو تشيل لك أي بسطة وتبيع بيها تعيش. اليوم الشيء هذا محروم. السياحة شنو؟ سياحة أولاد المنطقة، ما في غير. المازوت ما بينعدوا اثنين او ثلاثه على المازوت، بس قبل كانوا على المازوت في 40 قارب، يوسع القوارب هذا على الجواريف تقريبا شيء 40 قارب من كل البحيره هون يعني. قبل كانت توصل ل 100، هسا ايام الحرب راحت اكثرها، راحت بالحرب راحت يعني. ما عاد نحسن نستعمل المازوت، ما في مازوت موفر، غير نديرها ترخص يعني المحرك اليدوي، انه يعني تمشي حالك واحد، بس انه تمشي حال يعني بس. واليوم اكيد اليوم عندك محرك مازوت يعني تبعد شوي بتجيب رزق اكثر، بس اليوم المحرك اليدوي ما يبعد يعني، يعني اذا تبعد كل نهار ما تبعد لشيء يعني 1 كيلو. نصيد السمك وهذا شغلتنا، ما عندنا غير هالشغلة. من بلشت الحرب وجاي يعني تعذبنا وصار وضعنا تعبان سيء سيء لأبعد الحدود. صارت المحروقات غالية والمي قلت وما ظل السمك وما ظل. قبل كانت يعني تطلع يعني أقلها 40-50 كيلو، اليوم ظل كل اليوم ما طلع 4-5 كيلوات، ما عم يطالع حق الخبز يعني صراحة. سعر السمك رخيص، ما عم نستفيد منه شيء. كانت عندنا قوارب على المازوت نمشي نطلع، اليوم هاي الجواديف نطلع نمشي شوي ونهلك، ما عاد مثل الأول ولا عاد شيء. قبل كانت كنا نشتغل على المحركات على المازوت، اليوم ما ظل، قلت المازوت والغلاء هاي صرنا نشتغل بيدينا، عم نجدف وعم شيء، ما عم نحسن نطلع مثل الأول. وصارت العدة الشبك قالي يعني كمان صراحة، والدولار ما عاد فينا لا نجيبه ولا عاد فيه.
سبب قلة السياحة أقول لك ما في أمان على الطرقات وما في اهتمام، ما في اهتمام بالقلعة. يعني واحد يجي لها مشان إيش بيجي؟ يجيب أولاده يعني بده يأكلوا شيء، يقعد شي مكان ما في لا منتزه لا مطعم لا شيء، ما في شيء هون.